انا امال المديني، المديره العامه نتاع صندوق الوداع لامانات التصرف. الشركه هذه هي تم احداثها من قبل صندوق الوداع الامانات، هي شركه متفرعه على الصندوق هذا اللي هو نسميوه احنا لو بغا فينانسي دو ليتا، اللي عنده الدور كامل. صندوق الوداع الامانات عنده الدور هام في مجال الاستثمار، يمول المشاريع الكبرى ولكن يمول زاد كذلك المشاريع المتوسطه والصغرى. المشاريع الكبرى يمثلها يمولها هو مباشرة، والمشاريع الصغرى والمتوسطة يتم تمويلها عن طريق صناديق استثمار ولا شركات تصرف. وتم إحداث شركة صندوق الودائع والأمانات التصرف سنة 2013 للاهتمام بالمشاريع الصغرى، لتمويل والاهتمام بالمشاريع الصغرى والمتوسطة. صندوق الشركة هذه في الوقت الحاضر عندها زوج صناديق استثمار، صندوق اسمه صندوق التنمية الجهوية، وهو معناها فون دانفستيسمون ديفيسكاليزي، معناها الناس المساهمين في الصندوق هذا يتمتعوا بامتيازات جبائية، والأموال المخصصة للصندوق هذا اللي هو احنا حذفناه بمبلغ قيمته 100 مليون دينار. الصندوق هذا مخصص لتمويل المشاريع المتواجدة في الجهات داخل معناها المناطق الداخليه للبلاد، بالنسبه للمستثمرين اللي يكون معناها نوفو بروموتور اللي عندهم انوفاسيون. دونك الصندوق هذا يمول المشاريع نتاعهم. لو عندنا صندوق ثاني تم احداثه في سنه 2016 اللي هو ماهوش ديفيسكاليزي، سي ان فون ليبر، القيمه نتاعو 50 مليون دينار، ويمول خاصه معناها عنده مجال للتمويل بالنسبه لمختلف الشركات كسوة موجوده داخل معناها في المناطق الجهويه ولا في معناها حتى في البلدان، معناها في المناطق مثلا كيما صفاقس تونس سوس اللي هي معناها الجهات الهامه، ويمول كل القطاعات، معناها ما عندوش دي ريستريكسيون او نيفو دو لانفستيسمون. واحنا الزوج صناديق هذوما لو فات اللي عندنا دو فون دانفستيسمون كي سون ديفيرون، دونك يمكننا باش تكون عندنا معناها امكانيه لتمويل مختلف في الشركات المتواجده كسوا معناها داخل المناطق في المناطق الداخليه ولا في المناطق معناها الكبرى الجهات الاخرى، وفي كل القطاعات معناها نجموا ندخلوا في كل القطاعات. التمويل نتاعنا هذايا يتم عن طريق المساهمه في راس المال. احنا العمل نتاعنا هو عمل يساند العمل نتاع البنوك، دونك البنوك تتدخل عن طريق اسناد القروض، والصناديق نتاعنا تتدخل عن طريق المساهمه في راس مال الشركات هذيا. دونك هذه بعجاله معناها تقديم لشركه صندوق الوداع والامانات التصرف. في بون نعطيك حنا لي فون ماهمش معناها ديجا لو فون دانفستيسمون لو فون ليبر هو تعمل اون 2016 ديجا شاركنا معناها عطينا الموافقه للمساهمه في 5 مشاريع اللي هي موجوده عندنا، مثلا دو كلينيك، واحد في تطاوين، واحد في سيدي بوزيد. وعلى ذلك احنا خاطر الفون الاولاني باغ اكزومبل لو فون دو ديفلوبمون ريجيونال نو بيرمي با دو فينانسي لي كلينيك او نيفو دو ريجيون، الوغ كو لي ريجيون هذوما في حاجه لانفراستركتور سانيتير اللي هو ناقص معناها عندهم. دونك ولا مثلا ما نجمش يمول التوسكي انسينيمون فورماسيون. الصندوق الثاني مكننا من تمويل القطاعات هذه، يعني سكوب فما ان كومبليمونتاريتي انتر لي دو فون، وتمكننا باش نعطينا موافقه باش نساهموا في كلينيك في سيدي بوزيد، كلينيك في تطاوين، عندنا مشروع اخر فيه توسكي اونجان، دونك زاد كيف شي عم دي ريبريزونطاسيون او نيفو ريجيونال. ساهمنا في القطاع السياحي، وساهمنا في قطاع تنجم تقول نقل بحري شويه معناها. دونك فما مشروع ديجا بدا يشتغل اللي هو نتاع لي زونجان، والاخرين في طور معناها وضع الشركات المعنيه وباش يقع تمويلها. قيمه التمويلات هذه معناها المساهمه نتاعنا احنا 14 مليون دينار بالنسبه لخمسه مشاريع هذوما. في صندوق التنميه الجهويه عندنا قريب 13 مشروع ساهمنا في تمويلهم، العديد منهم ديجا دخل في طور الانتاج، قاعدين نتبع في المشاريع هذه. ما شاء الله القيمة نتاع المشاريع معناها قيمة المساهمة نتاعنا 29,000 مليون دينار. نجمو نساهمو في شركات وقت إحداثها، معناها سي دي سوسيتي أون كرياسيون، ودير عندنا جزء هام اللي شاركنا فيهم هما سي دي سوسيتي أون كرياسيون. نجمو نساهمو كذلك في الشركات اللي هي في طور التطور نتاعها، معناها تنجم تقول شركة بدات برأس مال بسيط صغير
ولكن رأت اللي فما سوق موجود وفما إمكانية لتطوير النشاط نتاعها، الشركات هذوما ينجموا زادا يتوجهونا ونجموا نمولوهم. ساهمنا في عديد معناها التظاهرات الأخرى، وإحنا نشجعوا التظاهرات اللي عندها علاقة بالاستثمار، وهي تكون فرص للتقريب بين المستثمرين اللي هما عندهم أفكار متاع مشاريع ولا عندهم مشاريع تتطلب معناها ضخ أموال إضافية لتطويرها ولتنمية التصدير إتسيتيرا، وما بين الممولين. يعني احنا هذه فرصة باش يتلاقاو الممولين مع أصحاب المشاريع، نقدموا لهم الخدمات نتاعنا. وإحنا نحب نقول اللي عندنا اون إكيب تخي ديناميك، اون إكيب دو جون، مش أنا بون، أما الإكيب نتاعنا الحقيقة سيت اون إكيب تخي جون، سيت اون إكيب تخي ديناميك. معناها مش احنا نعطيو الأموال كهو، لكن نحاولوا باش نأطروا المستثمرين هذوما، نعاونوهم، نقفوا معاهم، نكونوا حاضرين معاهم في مجلس الإدارة فيما بعد باش نشوفوا معاهم شنو الإشكاليات ونحاولوا نحلوها معاهم. دونك هكا هذه هي طريقة التدخل نتاعنا. دونك نساهموا في التظاهرات هذه، تمكننا باش نلتقيو كما قلت لك مع المستثمرين، ونقترحوا عليهم معناها نقول لهم شنو هما الخدمات اللي تنجم تقدمها شركة سي دي سي جيستيون، وتكون فرصة باش نتلاقوا احنا وياهم. إذا كان عندهم حاجيات في التمويل احنا تحت ذمتهم ونجموا نمولوا لهم كوسوسوا على كرياسيون دو لونتربريز والا تطوير الشركات نتاعهم. طبعا ندعو كل الشركات باش بزاف باش تكون الدعوه نتاعي موجهه شويه المره هذه، كيما قلت لك احنا التدخل نتاعنا هو اللي تخي لارج، ولكن بالنسبه للفوند دو ديفلوبمون ريجيونال هو سي ان فون اللي بدا من 2012. تعرفوا اللي فوند انفستيسمون عندهم فتره في الحياه نتاعهم معناها مده 10 سنوات، الخمسه سنوات الاولى هي فتره استثمار، وخمسه سنوات الثانيه هي انا نخرج من الاستثمار، معناها كوسوسوا البروموتور يشير علينا ولا الناس الاخرين يشيروا علينا. دونك بالنسبه للفوند دو ديفلوبمون ريجيونال الحقيقه اوني اون تران داكسي اكتويلمون بور لي دو فون، على خاطر عملنا بوكو دو كرياسيون ولازم يكون فون اكيليبري، لازم يكون فيه دي زوبيراسيون دو كرياسيون اي دي زوبيراسيون دو ديفلوبمون. الحقيقه ندعو باش اللي المستثمرين يجيو بكثافه للصالون هذايا باش يلقاو الممولين نتاع المشاريع نتاعهم، وان شاء الله نعاونوهم لتمويل المشاريع، وخاصه بالنسبه للمستثمرين اللي هما ديجا عندهم مشاريع ويحبوا يطوروها يطوروا معناها كوسوسوا لو ماتيريال دو دانفيستيسمون ولا باش يطوروا التصدير نتاعهم، احنا على ذمتهم باش نساعدوهم باش يحققوا الاهداف نتاعهم.